في البداية كده عايزين نعرف منك ايه الفرق بين الوصية والهبة؟ تمام. عقد، هو احنا عقد، في عندنا عقدين، عقد اسمه عقد الوصية وعقد اسمه عقد الهبة. الوصية اللي هي عمل مضاف إلى ما بعد الموت. يعني اللي بيوصي شخص بيوصي لأحد الأشخاص بالشيء، ولكن كل الأمور معلقة إلى الوفاة. يعني واحد وصل واحد بشقة مش هياخدها طول حياته، هياخدها بعد الوفاة، فهو عقد معلق على الوفاة. تمام. أما الواهب، عقد الهب هو عقد بين أحياء، يعني اتنين حيين، وعقد منجز، وعقد بنقول عليه مش من عقود المعاوضة، لأنه عقد بلا ثمن، تبرع. واحد وهب حاجة لواحد، لواحد، لابنه، ليه، فما بنقولش عليه عقد من عقود المعاوضة، لأن عقود المعاوضة أنت بتديني حاجة، بتديني شقة مقابل مثلا دفعت لك ثمنها، ففي في معاوضة هنا. دي بدون مقابل. دي عقد الهب، الوهب، الهبة، عقود تبرع، لازم تكون فيها نية التبرع، يعني الشخص بيتبرع بالشيء. في صور تاني ممكن نقول فيها جزء فيها تبرع و بس الأصل إنه هو عقد من عقود اللي هي منجزة وحالية ولازم يحصل فيها إيجاب وقبول. يعني لما نيجي نفرق بقى بين الوصية، نشوف الوصية، الوصية أنا بعمل وصية لواحد، مش ضروري يحصل إيجاب وقبول. أنا خلاص وصيت لواحد، مش لازم يوافق، مش لازم يوافق، ولكن المشرع والقانون محترم في الحتة دي، قال لك أنا مش هجبرك إنك تاخد حاجة. بالظبط. قبولك للوصية هو يعني زي ما بنقول إيه، تحصيل حاصل من وجهة نظرنا بالبلدي خالص. تمام، تحصيل حاصل، ولكن اللي هنا عقد الهبة هو عقد بين إيجاب وقبول، أنا وهبتك شيء وأنت قبلتها. تمام. عقد الهبة ناجز من وقتها، من وقت ما بيتعمل. عقد الوصية زي ما اتفقنا بعد الوفاة. عقد الوفاة. بعد الوفاة. باختصار شديد هو عقد الوصية من العقود اللي المشرع خدها من الفكرة، من الشرع، من الدين على فكرة، لأن الأصل أن يجوز لشخص أن يوصي في حدود ثلث التركة لحد تاني. تمام؟ يعني الشرع قال يجوز أنك توصي بثلث التركة، والثلث في حديث سيدنا النبي والثلث كثير. تمام؟ فأنت يجوز ليك أنك توصي بثلث تركتك. طيب المجتمع كله يمكن والدول العربية والشرع ما أجس الوصية لوارث. يعني احنا عندنا واحد شخص بأب ترك ولد وبنت، فترك ابن عنده ظروف مثلا أو بنت عندها ظروف خاصة، ينفع يوصلها؟ الشرع بيقول لا، ولكن القانون عندنا في مصر أجاز دي. ويمكن القانون عندنا في مصر يعني مختلف شويه في الحته دي، يعني يجوز ان توصي لوارث. يعني بنت ليها ظروف او ولد ليه ظروف في وسط الاخوات، فممكن الاب يختصه بزياده. طيب في حدود قد ايه؟ في حدود التلت. ما ينفعش ان هو يكتب كل حاجه. لا، هناخدها صوره تاني بقى، يعني انا اخدها الحته دي اكيد يعني في الكلام، ولكن يجوز انه يكتب له في حدود التلت. طب ده هو وارث ولا وصيه لوارث، والكلام ده هيلخبط ناس كتير، تقول لك ما احنا عارفين ان ما فيش وصيه لوارث، الوارث ما يوصل. لا، احنا القانون المصري بياخد بوصيه لوارث، القانون المصري بيطبق وصيه لوارث، فينفع يديله وصيه بس في حدود التلت. طب جه الاب اوصى بنصف ماله للشخص ده، لا، نرجع للتلت إلا إذا أجاز الورثة النص، بموافقة الورثة. بموافقة الورثة.